كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. هكذا أصبح حال العراق تماما بعد 17 عاما من العهد الديمقراطي الذي سوقه الجاثمون على صدور الشعب اليوم على أنه سيكون عهد ازدهار وسؤدد تاريخي، غير أن عهدهم هذا لم يبق في العراق شيئا ولم يذر حتى أتى على كل أخضر ويابس. فالعراق الذي يطفو على بحر من الذهب الأسود والثروات التي لا تكاد تعد أصبح اليوم يقترض من هنا وهناك رغم الميزانيات الانفجارية طيلة السنوات الماضية والتي كانت نهبة للأحزاب والميليشيات، فكان آخر عهد التاريخ به أن يمد يده طلبا للمساعدة. اللجنة المالية البرلمانية قالت إنها أوقفت الاقتراض الخارجي منذ عام 2019، لكن أزمة كورونا وعجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين جعلها توافق على اقتراض 5 مليارات دولار من البنك الدولي ونحو 5 مليارات دولار من المصارف العراقية لتأمين رواتب الموظفين. مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار كشف أن ديون العراق الخارجية تجاوزت 30 مليار دولار، بينما تجاوزت ديونه الداخلية 50 تريليون دينار عراقي، موضحا أن اللجنة المالية ألزمت الحكومة بتنفيذ إصلاحات خلال 60 يوما ضمن مهلة تنتهي في 24 من الشهر الجاري. انتكاسة أسعار النفط عالميا بسبب جائحة كورونا فضلا عن الفساد المستشري في مفاصل ومؤسسات الدولة سببت عجزا ماليا شديدا في البلاد، وصل إلى صعوبة تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين فيه، ومن ثم لجوء الحكومة الحالية للاقتراض الداخلي والخارجي. كل ذلك دفع الخبراء في مجال الاقتصاد للتحذير مما وصفوه بالعواقب الوخيمة للاقتراض. وأمام هذه التحديات يجد المواطنون أنفسهم محاصرين بالأزمات من كل جانب، وهم لا يقدرون على شيء سوى انتظار الفرج الذي طال غيابه.